this campaign to be live and people to see this amazing collection. I'm very excited رمضان وأجواء وذكريات وأنه أعيش لحظات كتير حلوة هالسنة وأكيد I'm excited للفيوتشر. في كتير أشياء عم بشتغل عليها متحمسة أنكم تشوفوها بس ما بقدر لكم سو سر ليكو. أنا عطول excited، أنا أكتر شخص متحمس عطول متحمسة، يعني أنا متحمسة لليوم شو بدي أتعشى. سو بدون الحماس ما فيك تعيش. You know what؟ الحمد لله على كل شيء عندي إياه اليوم، بحس حققت كثير لليوم وبس I'm going with the flow. So شو بيجي من ربنا بالسنين القادمة خير، المهم إنه أنا أشتغل وأعمل اللي بقدر عليه وبس. الأمل برأيي أهم شيء بالدنيا، لازم الإنسان يآمن بحاله ويآمن بشو بده يوصل، حتى إذا حلمك كثير كبير ما عندك أمل إنه رح توصل لهذا حلمك حتلاقي الطريق صعبة. بتمنى انه أثر على ولو شخص، لانه هالشخص ممكن يأثر على شخص ويكون التأثير اكبر بكتير، انه ما تفقد الامل بحياتك، لانه عن جد عن جد اللي بيعرفني بيعرف قصتي وبيعرف انا من وين بلشت، والحمد لله اليوم انا وين رح يعرف انه ما في شيء مستحيل.